خطة طموحة وضعتها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لتطوير وتنمية البحيرات في مصر وتحقيق أقصى استفادة منها. في أكتوبر من العام الماضي صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 146 لسنة 2021 لإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي نص على إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات وحماية الثروة السمكية. ويهدف القانون إلى إعداد خرائط للمخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ومنح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام. وتوجد في مصر عدة بحيرات، من أهمها بحيرة المنزلة التي تعد إحدى أكبر وأهم البحيرات الطبيعية في مصر وأخصبها، وتطل على ضفافها أربع محافظات هي الدقهلية وبورسعيد ودمياط والشرقية، وهي تتصل بقناة السويس. وتؤكد الأرقام الرسمية أن إنتاجها السمكي يتزايد تزايداً واضحاً، وهو ما شجع الحكومة على تسريع وتيرة التطوير والتنمية بعدما تحقق لها جزء من ثمار خطتها. القيادة السياسية وجهت كذلك بتنمية بحيرة البردويل لتتماشى مع الإطار العام لتنمية سيناء، خاصة الدراسات الفنية وجدارة الإدارة لثبات مستوى الإنتاج وتحقيق النتائج التنموية المنشودة من المشروع، حيث تتميز البحيرة بجودة نوعية الأسماك المنتجة منها، لأنها البحيرة الوحيدة التي ما تزال بعيدة عن مصادر التلوث بأنواعه، حيث تنتج أسماكاً فاخرة يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي. ولذا فإن بحيرة البردويل تعتبر إحدى أهم مصادر الثروة السمكية في مصر، كما تمثل أحد الملامح المهم في الساحل الشمالي لسيناء، وتشغل نسبة كبيرة من طوله، ومعظم الأسماك بالبحيرة يعاد تصديرها لجودتها العالية اقتصادياً. كما توجد بحيرة البرولوس بمحافظة كفر الشيخ، وهي ثانية كبريات البحيرات الطبيعية من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 460 كيلومترا مربعا، وتخدم أكثر من 40,000 أسرة في 5 مراكز بالمحافظة. وفي إطار الحفاظ على ثروة البحيرات تواصل القيادة السياسية توجيهاتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للهيئة، خاصة المزارع والمفرخات السمكية غير المستغلة، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل. مشروعات أخرى في مجال الثروة السمكية تعمل الدولة على تطويرها، من أهمها تنفيذ مشروعات عملاقة مثل بركة غليون والفيروز وقناة السويس، لتكون مصر الأولى إفريقياً في مجال الاستزراع السمكي، وتحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بفضل المشروعات التي تم إنشاؤها خلال السنوات القليلة الماضية.